أحبتي أخيتي إن الذنوب والمعاصي باب كلنا ولجناه وبحر كلنا سبحنا فيه ولا ينجو من ذلك إلا المعصومون ممن اصطفاهم الله واجتباهم من الأنبياء والرسل. أما أنا وأنت وأنتي فكلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال بأبيه وأمي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. فالوبال والهلاك هو الاستمرار على المعصية التي زينتها النفوس الضعيفة والشياطين الخبيثة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يا أيها الناس من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب فإن عاد فليستغفر الله وليتب فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. أخي أخية لا بد من الندم والبكاء بسبب المعصية والإقلاع عنها في الحال فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ولن تطيب الحياة إلا بالعودة إلى الله والتمسك بالدين. كثير هم المترددون هم الذين يقولون ذنوبنا كثيرة معاصينا غزيرة فهل يغفر الله لنا؟ أقول نعم وبأعلى الصوت يغفر الله لكم إن تبتم وندمتم ورجعتم بل ويفرح سبحانه بتوبتكم وعودتكم بل يحب التوابين ويحب المتطهرين. تأمل وتأملي معي في هذه الآيات وهذه الكلمات النبوية. قال الله ورحمتي وسعت كل شيء فالرحمة واسعة ونحن لا شيء وهو أرحم الراحمين. تدبر وتدبري وتأمل وتأملي في قول الرحمن الرحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم يغفر الذنوب جميعا بل من كرمه ومنه وجوده يبدل السيئات إلى حسنات. قال سعيد بن المسيب في قوله تعالى فإنه كان للأوابين غفورا. قال هو الرجل يذنب الذنب ثم يتوب والباب مفتوح ويداه سبحانه مبسوطتان بالليل والنهار ليتوب مسيء الليل ويتوب مسيء النهار. قال الفضيل قال الله بشر المذنبين بأنهم إن تابوا قبلتم وحذر الصديقين إني إن وضعت علي عبدي عذبتهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح إن الله قال من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له على ما كان منه ولا أبالي ما لم يشرك في شيئا. واعلم رعاك الله واعلم بارك الله فيك أن نبي الهدى والرحمة قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلنسارع بارك الله في الجميع إلى التوبة والندم والرجوع إلى الله. سارعوا بارك الله فيكم قبل أن نصيح بأعلى الصوت رباه ارجعون فلا يستجاب لنا لكن الباب مفتوح ورحمة الرحمن واسعة بل أبشر أيها التائب وابشري أيها التائبة بهذه الآيات العظيمة التي تستغفر الملائكة فيها للتائبين. قال الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم فالبدار البدار والمسارعة المسارعة فإن حياة النفوس في السمو ونجاتها في العلوم الله الله في التوبة والإنابة الله الله في الثبات حتى الممات الله الله في الصدق في التوبة مع الله 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 في الاستقامة واعلم أن باب الاستقامة هو المحراب اعلم أن باب الاستقامة هو المحراب الخير كل الخير وزاد المساجد هو خير زاد للانطلاق في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فما جزاء خوفهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب عمارة المساجد من الإيمان كما قال الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح بنى الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح وأحب البقاع إلى الله المساجد وأبغضها إلى الله الأسواق قال الحسن بن علي رضي الله عنهما من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب ثمانية خصال آية محكمة وأخا مستفادا وعلما مستظرفا ورحمة منتظرة وكلمة تدله على هدى أو ترفعه عن ردى وترك الذنوب حياء أو خشية ولله در القائل لا يصنع الأفضال إلا في مساجد الفتاح في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح شعب بغير عقيدة ورق يدريه الرياح من خان حي على الصلاة يكون حي على الكفاح اللهم ارحم عبادا ضرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام إفضالك ومدوا أيديهم إلى كرم نوالك وتيقنوا ألا غنى لهم عن سؤالك قولي وقل ونردد اللهم إن يكن الندم توبة إليك فإنا إليك من النادمين وإن يكن الترك لمعصيتك إنابة إليك فإنا لك يا رب من المنيبين وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإنا لك من المستغفرين اللهم فتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وادخل سخيمة صدورنا ولا ترجعنا مرجع الخيبة من رحمتك فإنك أنت التواب الرحيم الجواد الكريم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا أرحم الراحمين يا من له وجب الكمال بذاته فالكل غاية فوزهم لقياه سبحان من أحيا قلوب عباده بلوائح من فيض نوره هداه من كان يعرف أنك الحق الذي ظهر العقول فحسبه وكفاه مولاي إنك لم يدع لي مطلبا إلا وتممه إلى أقصاه اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اقبل توبة التائبين واغفر ذنوب المذنبين اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين اللهم
اللهم وفقنا لتوبة النصوح قبل الموت وشهادة عند الموت ورحمة بعد الموت يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وعلى آله أجمعين.